السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم والمساء. هذه قصة يعني حقيقة عجيبة حصلت لواحد من زملائي، أنا أعرفه، رجل صديق لي أعرفه معرفة مباشرة يعني. والرجل نحسبه من الصالحين يعني، رجل صالح كذا وحافظ لكتاب الله ورجل مخلص في عمله، لكن عنده مشكلة، ما هو متاح في مقر العمل. هذا العمل هذا بعيد عن بيته، بعيد عن المنطقة اللي ساكن فيها، فكان دائم يعني يطلب نقل من المنطقة هذه، ما يجي نقل، يطلب نقل ما يجي نقل، حاول أكثر من مرة ما في فائدة، دور واسطة يمين يسار ما حصل، حاول أكثر من مرة إنه يقابل يعني مثل ما تقولون رأس الهرم للدائرة الحكومية اللي اشتغل فيها هذه، المدير أو أكبر رئيس في هذه المنطقة، حاول إنه يقابله ما استطاع، كل ما جاء عند اجتماع مو فاضي مو في عند اجتماع. يقول تعبت يعني أكثر من كم مرة أجي ما أحصله، بعدين سبحان الله طلعت خيرة له في الأخير إنه ما قابل الرجل هذا. وفي يوم من الأيام من الأيام السعيدة كان جالس في الدوام يعني عادي، وهو رجل حقيقة ما زكي على الله، مخلص في عمله بدرجة يعني عالية، لكن ذاك اليوم كان سبحان الله يعني يمارس هواية الموظفين يعني، أو يمارس يعني بلاش الموظفين، بعض الموظفين عندهم هواية يعني يحبون يعني يأكلون تميس بالجبن مع الشاهي يعني يريحون شوي. يقول سبحان الله وإذا بهذا الرئيس اللي هو أكبر سلطة في هذه المنطقة في هذه الدائرة يعني، اللي كان يحاول يقابل أكثر من مرة وما قدر، دخل لمكان مقر عملهم بصورة مفاجئة، وبدأ يعني يتجول في الممرات وكذا. يقول ما دريت يقول ألا والباب ينفتح وإذا بهذا الشخص المدير اللي أنا أصلا كنت أحاول أقابل أكثر من مرة أروح المكتب ومو فيه في اجتماع، قال له هو داخل عليه بسم الله الرحمن، يعرفه طبعا أنا، فجاني وتبسم كذا قال ما شاء الله ما شاء الله، ويعني أعطاني يقول عبارتين كذا يعني واضح فيها أنه يعني يقول زي اللي كفشتك. يقول وطلع عاد يقول جاني الرئيس المباشر حقي والزملاء وكذا، قال انزل كلمه وشوف كلمه تفاهم معه، ويعني احنا نشفع لك وانت يعني نعرفك يعني ممكن يعني نخدمك مع الرجل ذا، ونقول له انه يقول قلت له لا تقولوا له ولا تودون ولا تجيبون، والله لا رايح له ولا شيء، على الله وين بوديني وش اسوي. هذا امر الله عاد صار. والله يا اخوان زي ما اقول لكم، والله يقول بعد 3 أو 4 أيام ويجي خطاب يعني بنقلي نقل تأديبي الى مكان كذا، والله الذي لا اله الا هو جنب البيت حقه، 3 دقائق بالسيارة نقل تأديبي في زعم هذا الرجل، نقله نقل تأديبي وداه جنب البيت حقه، والله الذي لا اله الا هو اقل من 3 دقائق بالسيارة. والله إني تعجبت منها، يحكيها لي ويضحك وأنا تعجبت، قلت سبحان من بيده تدبير الأمور كلها سبحان الله، والله لو بتكتكها وتخطط لها وتهندسها ما تجي مثل ما يدبرك رب العالمين بتدبيره سبحانه فهو أحكم الحاكمين، فوض أمرك لله. يعني هذا له أكثر من سنة وهو رايح جاي رايح جاي يحاول فقط بس يقابل هذا المدير ما استطاع، ويوم راد الله عز وجل جاب المدير لحده، لا وهو جالس على كرسي وياكل تميس ويشرب شاهي وهو مرتاح، فساق له الله سبحانه وتعالى هذا المدير بقدره سبحانه، ما في شيء يكون فيجري في هذا الكون صدفة، إنما هو بتدبير الحي القيوم سبحانه مدبر، ساق له المدير إلى حده عشان ينقله إلى المكان اللي الله سبحانه وتعالى أراده، اللي هو كان أصلا يتمناه، فسبحان من بيده تدبير الأمور. فأنا سألت صاحبي هذا قلت بالله فلان يعني وش العمل اللي تظن يعني أو ترجو أن بهذا العمل يعني سبحانه وتعالى حقق الله لك هذه الأمنية؟ قال والله ماش عمل إلا إني بعد ما تعبت خلاص يعني سبحان لجأت للدعاء، وصرت أقول دائما أقوم بالليل وأصلي أقول يا رب فوضتك أمري يا مدبر الأمور، دبرني أحسن التدابير، أنا تعبت المكان ذا ما هو مريحني، دبرني يا رب، أما أنك أنت تجعلني أرتاح له أو المهم فوضت لك أمري يا صاحب الأمر والتدبير. يقول كانت هذه دعوتي الفترة، بس ما توقعت أن تكون إجابة بهذه الطريقة بهذه الصورة.
فسبحان من بيدي تدبير الأمور، أسأل الله أن يجعل أمري وأمركم وأمر المسلمين إلى خير، والسلام عليكم.